عليكم ومرحبا بكم اعزائي مشاهدينا في قناتكم الرياضيه والالهام، ولكن قبل ان نبدا هذا الفيديو فنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا المباراه تجمعت بين نادي مانشستر سيتي وليستر سيتي، وتالق فيها النجم الدولي الجزائر رياض محرز واعطى تمريره مليمتريه لجابرييل جيسوس الذي سجل بها هدف وتحصل على 3 نقاط، وكان الفضل لرياض محرز فضل كبير في تلك المباراه. اما بعد اعزائي المشاهدين، فور دخول رياض محرز الى يعني ملعب كره القدم، راح جماهير ليستر سيتي يعني تعبر عن غضبها باصدار اصوات مزعجه عندما يلمس النجم الدولي الجزائري رياض محرز الكره. ولكن اعزائي المشاهدين، انا غضني الحال ككل جزائري صراحه، لولا رياض محرز لما كان نادي مانشستر سيتي ليستر سيتي عفوا في هذه المكانه، ولما كان تحصل على الدوري الانجليزي الممتاز سنه 2016 2017، هذا شيء مفروغ منه. ما بعد اعزائي المشاهدين، نتكلم عن بعض النقاط، وان رياض محرز عندما كانوا يمررون له الكره وعندما كان يلمس الكره، الجماهير كانت تعبر عن غضبها باصدار اصوات غير لائقه، وتعلمون اعزائي المشاهدين ما هي هذه الاصوات يعني. وايضا جماهير مانشستر سيتي في التعليقات صراحه اعزائي المشاهدين، هنا عرفت ان جماهير مانشستر سيتي تحب رياض محرز حب كبير، لانها وقفت معه وقفه رجال، وصراحه اصبحوا يهاجمون جماهير ليستر سيتي ويقولون ان رياض محرز كان لديه الفضل. وطبعا كما تشاهدون في الصور، قالوا له ان رياض محرز كان لديه الفضل الكبير في التتويج بالدوري الانجليزي الممتاز انذاك سنه 2016 2017، وصراحه رياض محرز لولا لما كان ليستر سيتي تحصل على الدوري الانجليزي الممتاز، ولم يعني يكون يلعب في الدرجه الاولى من الدوري الانجليزي الممتاز صراحه. طبعا اعزائي المشاهدين، كان هذا الفيديو اليوم، وكان هذه هي رده فعل جماهير نادي مانشستر سيتي دفاعا عن ابنها ولاعبها رياض محرز ضد جماهير ليستر سيتي التي كانت غاضبه من النجم الدولي الجزائري رياض محرز. طبعا دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.